أحد الإخوان عبر الواتساب بعث لنا تقرير في مدرسة عيسى الحمد في منطقة القادسية. بوكس الكهرباء مفتوح في مدرسة، يعني لو أحد الطلبة مسك البوكس الكهرباء، حين واحد من أهل القادسية مقهور راح صور بوكس الكهرباء وقال يا أبو أحمد عرضه. لعل وزارة التربية، لعل وزير التربية، لعل ناظر المدرسة الطيب مش عارف من الأمور المالية اللي عندك المصاريف، تروح تجيب لك بوكس ألمنيوم وتسكرون موضوع الكهرباء حتى ما حد من الطلبة يمسك الكهرباء ويتأذى. يمكن ما بيظلم من ناظر المدرسة، مدير المدرسة. شوفوا التقرير من مسؤولي وزارة التربية. شوف الكهرباء في ثانوية عيسى الحمد في منطقة القادسية، هذا ما يخافون على أولادنا؟ لو واحد من الأولاد يا على الكهرباء هذا على الميتة على المحول، إيش راح يصير في الأولاد؟ قاطين الغطاء بالأرض، لو يمطر لو واحد من الأولاد واحد يدز الثاني إيش راح يصير فيه؟ ما يهني مدير المدرسة ومدير الثانوية ويشوف الوضع ولا أحد يهني. يا الله هذا حفاظنا على أولادنا، ميتر مدرسة محطوط والأغطية مقطوطة برا. الله الحافظ، الله الحافظ. أحد الإخوان يقول إيش فيه قاعد على الكرسي؟ أنا ما أقول لك مو قاعد، حاضر حق الإخوان المسلمين، لا ينكرون أنهم مو مع جماعات الإخوان واللي يدعمون ضد اللي قاعد يصير في مصر. مصر مستقرة وعندها شعبها مرتاح، وأنتم ما تتدخلون في الشأن المصري. هم المصريين يحبون السيسي وأنت مالكم لازم ترقعوا لعمي كرسي؟ وأنت مالكم بكرسي؟ تبون كرسي خلي يحكمكم، أخذوا من السجن إذا طلع من السجن وخليه مرشدكم العام، بس قولوا لنا ليش تحبونه. انتم ما تحبون كرسي، انتم بتحبوا فكر الاخوان المسلمين، فكر الثوره والانقلابات. تبوا تسوونا مثل ما صار في ليبيا، الحمد لله بخير ونعمه بالكويت ونتكلم بحريه. تبوا تسوونا تورابورا، عندكم خليفتكم اردوغان، روحوا له. شو مقصر معاكم؟ نخلص من الاخوان المسلمين يطلعون حزب الله، نخلص من حزب الله يطلعون الاخوان المسلمين، نخلص من الاخوان المسلمين يطلعون حزب الله، نخلص من الاخوان يطلعون الدواعش المنتشرين بالكويت. وتروح في منطقه الصباحيه والرقه اروح اعزي ناس عند الدوار تبرعوا وشعار النصره ما ادري مع شبيه من هالاحزاب اللي قاعدنا، وياخذون ويجمعون الملابس ويروحوا يبيعونها بسوق اليمن. تبرعوا لنصرة الشعب السوري، ايه اذا شافوا ملابس بيعوها بسوق اليمعة، واذا فيها كاش حق الحبايب هناك في تركيا. واحد مثل ما قصته معروفة شرى له شقة بمليون دولار وقاعد ومتزوجة تركية وقاعد هنا، ويقول لك الاسلام يستغلوا فينا حبنا للتبرع حبنا لديننا. وثلاث ارباعهم فشلة في المدارس، معظمهم العرب ساقطين في المدارس، يستغلون الدين، لا ويستغل الدين ويدش مجلس الأمة يقول لك أنا دين أنا إسلامي. شلون إسلامي وداشيني؟ أنت ما تدري شنو فيها في السياسة؟ أهل الدين راحوا، أهل الدين اللي يشتغلون بصمت مو جعجعة من أجل الكراسي والمنفعة، خلي يقولون حساباتهم كم، إذا هم ريايل يقولون كم حساباتهم، كم في حساباتهم. مو بالكويت يطلع لي واحد والله أنا معاي دينارين ونص وثلاث والله بحسابي 5000 دينار، صابك 5000 دينار. أحد الأخوة عبر الوقت